شيخ صالح، هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ أن يشرح الآيات الكريمات في قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ارتداد يا شيخ. نعم، فيه الإخوان الصدى، لعلكم تعالجون الصدى يا إخوان. طيب، في هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر يذكر الله سبحانه وتعالى أن من شرح الله صدره للإسلام، يعني اتسع صدره لقبول الهدى وقبول الإسلام، فهو على نور من ربه. هذه فائدة انشراح صدره، أنه يكون على نور من ربه، يمشي إلى الله على نور وهدى. وهذا كما في سورة الأنعام: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفي هذه الآيات نظير ما في آيات سورة الأنعام، أن الله سبحانه إذا أراد أن يشرح صدر عبده لقبول الإيمان، وهذه إرادة شرعية كونية، ولكن لا بد من سبب من قبل العبد لهذا الشرح، شراح الصدر، لا بد أن يتقبل الهدى ويرغب فيه ويحبه، حينئذ يوفقه الله سبحانه وتعالى ويجعل صدره متسعا قابلا للحق، فهو سبب من قبل العبد وتوفيق من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع السبب والتوفيق من الله سبحانه حصل هذا الانشراح العظيم. في صدى يا شيخ. طيب يا اخوان في الكنترول، لعلكم تعالجون هذا التردد. يلا. نعم. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أسباب انشراح الصدر، وهو أنه يكون من العبد إقبال على الله وتقبل لما أنزل الله عز وجل، فالله جل وعلا يوفقه ويوسع صدره لقبول الحق. ثم قال جل وعلا في المخالفين لذلك: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن فالذي يشرح الله صدره للإسلام هو الذي يلين قلبه لذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده رغبة. فويل للقاسية قلوبهم. قسوة القلوب لها أسباب، وأعظمها الإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سماع المواعظ، وكذلك من أسبابها ارتكاب المعاصي والذنوب لأنها تظلم القلب وتقسيه، وكذلك استماع الملاهي والمعازف
والمزامير والأغاني فإنها تقسي القلب. كذلك كثرة الضحك وكثرة المزاح فإن هذه أسباب تقسي القلب. توعدهم الله بالويل وهو العذاب الأليم للقاسية قلوبهم من ذكر الله التي لا تقبل ذكر الله ولا تلين معه ولا ترغب فيه ولا تتلذذ به. ثم قال جل وعلا أولئك في ضلال مبين. من بلغت به الحال إلى هذا الحد فإنه يكون في ضلال، وأما من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقارن بين النور من الله وبين هذه الحالة، في ضلال وله ضلال سهل بل هو مبين واضح وعظيم. ثم قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث، وهو القرآن الكريم هو أحسن الحديث، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وهو القرآن الكريم، فهو الذي به تنشرح صدور أهل الإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال واللذة، لأن التشابه في القرآن على ثلاثة أنواع. القرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل في جماله وحلاوته وفصاحته، فهو متشابه. والنوع الثاني القرآن كله محكم لأنه متقن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقسم الثالث القرآن فيه محكم وفيه متشابه، فيه محكم وفيه متشابه. المحكم هو الذي يتضح معناه من نفسه ولا يحتاج إلى ما يفسره، وأما المتشابه فهو الذي لا يتضح معناه إلا برده إلى ما يفسره من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فلذلك يجب رد المتشابه إلى المحكم وتفسيره بالمحكم حتى يتضح معناه. هذه طريق الموفقين من الراسخين في العلم، وأما طريقة أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، نسأل الله العافية. متشابها مثاني، يعني مكرر فيه المواعظ والأمثال والقصص، مثاني. ثم قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب يعني ولو لم يروه سبحانه وتعالى، ولكن إذا سمعوا كلامه فإنها تقشعر جلودهم من خوف الله عز وجل. ثم تلين جلودهم وقلوبهم، تلين بعد أن يحصل لها ما يحصل من ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الاقشعرار، تلين بعد ذلك وتألف القرآن وتحبه وتعمل به. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، ذلك الذي حصل لهم من لين القلوب ومحبة ذكر الله عز وجل، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ذلك هدى الله سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. الذي لا يوفق للتلذذ بالقرآن وسماع القرآن وفهم القرآن والإقبال عليه وطلب تفسيره من التفاسير الصحيحة
المنقولة عن السلف، فهذا هو الذي ينتفع بالقرآن. أما الذي يعرض عن تفسير القرآن الصحيح أو يفسره بهواه أو يفسره بأشياء ليست من تفسير القرآن في شيء، وإنما هي حكايات أو مخترعات يقولون هذه الإعجاز العلمي في القرآن أو ما أشبه ذلك، هذا لا يليق بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى. إنما يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفسر بتفسير الصحابة أو يفسر بتفسير التابعين أو يفسر باللغة التي نزل بها، هذه وجوه التفسير الصحيحة. أما أن يفسر بما يسمون بالإعجاز العلمي هذا إحداث لنوع جديد ليس من أنواع التفسير. نعم.